نتكلم بس يعني هم يضحك وهم يبكي. الهم البكي اللي احنا هنقوله هو في نفس الوقت هم يضحك. واحده مدرسه محترمه محترمه ست محترمه بتدرس لاجيال وبتطلع اجيال وبتعلمهم الصح من الغلط وبتعلمهم الغش حرام واللي هيغش هيروح النار وعيب، وذاكر وكن متفوقا لنفسك وليس للاخرين. تعمل ايه لحضرتها؟ تاخد تيك توك توك وتقف في لجنة امتحانات عشان خاطر بنت اخوها ولا بنت اختها بتمتحن في اختها اللجنة، الصغيرة اختها الصغيرة بتمتحن، وتمسك لها ورقة الإجابة وتغششها بالميكروفون تحت، ولا عبلة كامل في فيلم من أفلامها. هو كررت ما فعلته عبلة كامل ومحمد سعد في الليمبي لما هي وقفت بالميكروفون وعملت كده، فهي عملت بصوا المنظر، يعني ايه ده؟ الفيديو الحقيقة ازاي؟ غريب جدا، الفيديو مضحك. اللي مصوره شيطان أكيد يعني، ودى لا مش كشف شيطان، هو اللي صوره واحد شخص محترم. انا بوجهة أو نظري بيدور على ترند، ما مش احنا ما مش نضمنش موضوع إذا ده. كان ما هو يا محترم ماما ولا مش انا محترم. النهارده، انا النهارده طبعا واحده هو جت قررت بيكشف، ان هي تغشش أيوه لجنه باكملها في بالمايكروفون. هل ده طبيعي؟ هو بيكشف هل ده طبيعي؟ كارثة من الكوارث، ومدرسه وإن مسرحية الغش لا تنتهي أبدا، وامتحانات مدرسه صح. الثانوية العامة لسه شغالة، فلسه هنقرا ونشوف بصوا كل مين يوم الراجل اللي جنبها؟ كأنه حلقة جديدة من مسلسل الغش. واللي مصدق ان الموضوع ده هينتهي للابد يبقى بيحلم طول ما النظام ده موجود. الفيديو ده هي لما الداخليه بقى حققت في القصه، طلعت الست اللي واقفه بكل ثقه دي وشجاعه وبميكروفون، بس هي الحقيقه واقفه ورا المدرسه مش واقفه قدام المدرسه. لا كانت تيجي قدام المدرسه. لا 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 يعني احنا كنا مستنيين حضرتها تيجي قدام المدرسه وتقف بقى وتقول ايه. يعني طبعا مشكوره وزاره الداخليه وان هي قبضت على الست، وطبعا في تحقيقات كبيره جدا، لكن هي الفكره انا مش بتكلم على الشرطه ودورها، لان انا متاكده انها مش هتسيب الغلط اللي حصل. لكن احنا بنفكر ازاي احنا كمجتمع؟ يعني انا النهارده اللي بجد بجد اللي مأزمني فكره انها مدرسه، يعني ملفه زي الله يسيب الخير عادل امام، الملفه بتاعتنا ودتنا في داهيه. يا جماعه الست دي طلعت اجيال عامله ازاي؟ غش لكي تنجح، كن غشاش حتى تكون ناجح، الغش مسار الحياه. يعني انا متوقعه ان هي لازم تقف في الفصل تقول الكلمتين دول، لان تواجدها تحت اللجنه عشان بتغشش اختها وسرقه الامتحان وبالاجابات بتاعته من ساعتين حاجه مهزله مهزله. هو وتقول التعليم هيتصلح؟ الفكرة كمان ان الناس كانوا صامتين وساكتين، وكانهم هم كمان متواطئين وموافقين، ويعني ايوه قصص كتير. عايز اقول لك لكن حاجه، هو زياد ممكن الصمت ده يقول لك ربنا يوفقهم. ايوه هي جدعه، طبعا عشان العيال طبعا يعدي، عشان العيال ينجحوا. يسقفوا لها طبعا. لكن بخصوص الامتحان، شادي زلطه المتحدث الرسمي باسم الوزاره قال انه هيكون في لجنه خاصه لتصحيح اوراق اجابات الطلاب بالكامل في اللجنه محل الوقع، وانه لو اكتشفوا ان هم مجاوبين كلهم زي بعض طبعا هيلغوا الامتحان وهيعيدوه لطلاب فعلا. اللجنه دي بالكامل في الدور الثاني. خلينا نبقى احنا الاثنين عادلين. انت النهارده قاعده في اللجنه لا ليكي ولا عليكي، وسامعه من تحت السؤال الاول اجابته واحد اتنين تلاته. بذمتكم مين فينا مش هيكتب واحد اتنين تلاته؟ واللي مذاكر هيتلخبط، ما بغض النظر وممكن يبقى يعني هيتشوشر عليه. انا مش هقدر اقول ان اللجنه كلها غشش، لكن لو الفرصه المتاحه قدامهم مين فيهم؟ فبالتالي انت النهارده لما هتيجي تعمل لجنه خاصه عشان خاطر تشوف الاجابه هتلاقيها متطابقه يا باشا. ليه؟ لان ده الطبيعي. اي بني ادم ده رد الفعل الطبيعي. الرد الفعل اللي مش طبيعي ان يقف واحد متفوق يقول لك انا اسف انا تعبت جدا في السنه دي وانا ارفض هذا الشيء، ومش مجاوب في الامتحان هيسقط. فالموضوع مش الحل من ان احنا نعيد ونعمل لجنه. لا هو خلاص لو تم اكتشاف انه في غش جماعي وان الناس كلها كاتبه زي بعضها هيجي لهم دور تاني وهيعيدوا. ما هيقولوا لك حاجه يا سوسو، هيقول لك طب احنا ذنبنا ايه؟ احنا كنا قاعدين وحافظين الاسئله واحده لا واحده لا لا وكنا مش مذاكرين مش مذاكره الابل، وبعدين واحده صوت جات لنا. لا 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 انا لو ولي امر
وحصل كده انا كمان ليا حق في الاداره. ما انا مالي، انا مالي، انا ابني كان مذاكر والامتحان حله صح، انا مالي، لا لا ما فيش سمع صوت حاجة هاتف اسمها من أنا، تحت، انا مالي، لا 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 ما فيش انا حاجة. هو انا اللي رحت غششته؟ لا ليهم حق. خلونا يا جماعه نبقى فير، خلونا نبقى فير، يعني لازم حل. يعني أنت دلوقتي لو أنت يعني صاحبة قرار في الوزارة مش هتعملي كده، بالعكس هو القرار صعب جدا. إن أنا لو لقيت كل الناس مجاوبة زي بعضها فهلغي الامتحان وهيعيدوه تاني، لأن ده غش جماعي، هيعيدوا ايه تاني؟ هيعيدوا الامتحان ده لا تاني انا ما في اعملش الدور حاجه، التاني. انا بعمل حاجه اذكى من كده. خلاص هم مش كلهم جاوبوا، انا هعمل حاجه تانية، انا هعتمد النتيجه دي وهحط سؤال ليهم هم كلهم، سؤال اضافي طب هيمتحنوا برضو يعني؟ بسؤال مش بالتغيير، لا عشان نبقى ضامنين ان دي ما حدش يقول انا اتظلمت. والسؤال ده لو اتجاوب عليه هينجح، لو ما اتجاوبش عليه هنسقطه. والامتحان والسؤال ده لو اتسرب، يبقى الدفوع من وزارة التربية والتعليم، ما هو الدفوه من الوزارة طبيعي. يبقى مهما لو قعدنا ندم في ملطة، ولو الست جم 10 ستات زيهم بالميكروفون انا مش هقدر الومهم. لو السؤال اتسرب احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا. الادراج مفتاحها لو سمحتوا، ما تبقاش مع اكتر حد، مع اكتر من واحد من فضلكم. الادراج اللي فيها الامتحانات المفاتيح ما تبقاش مع حد كتير على كل حال لو احنا سمحت. نتمنى ان هنعمل النظام لكم ايه؟ كله يتغير، لان ده رد فعل للفعل، فالسيستم كله محتاج تغيير تام، محتاج نبص على الناس بره بتعمل ايه، محتاجين ان احنا نتطور ويبقى المحتوى مختلف تماما، بيقيس حاجات تانية غير الحفظ اللي هو مرتبط بالغش.